السيركت اللي عند شون ان ذا فيجر ار 1 ب 5 اوم وار 2 ب 15 اوم و ار 3 ب 15 اوم، ومديني ثلاث بطاريات ايبسون 1 ب 60 فولتج وايبسون 2 ب 80 فولتج وايبسون 3 ب 10 فولت. وهنا مديني اتجاه الكرنت اي 1 واي 2 واي 3 محددهم لي هنا في المسألة، وبيقول لي find the values of the current i1 and i2 and i3. في المسألة هو ليه هنا ممكن يفرض اتجاه الكرنت اللي هو i1 واي 2 واي 3 في الدايرة، فساعتها انا محكم ان انا اطلع الاي 1 واي 2 واي 3 بنفس الاتجاهات اللي هو كان قايل لي عليها في المسألة زي المسألة اللي معانا دلوقتي. لو هو ما ادانيش اتجاه اي 1 واي 2 واي 3 فانا بفترض اتجاهات من عندي انا زي ما انا عايز زي ما انا احب، عند نقطة بيتلاقي عندها اكتر من ثلاث اسلاك عشان عندي ثلاثة كارنت، فكل كارنت هيمر في سلك لوحده، فانا اختار نقطة جنكشن موجودة عندي بيمر فيها 3 كارنت. بس في المسألة اللي معانا دلوقتي هو محدد لي اتجاه الاي 1 واي 2 واي 3. قبل ما نحل المسألة مع بعض كده هنسمي النودس اللي عندنا، العقدة او النودس اللي موجودة عندي في الدائرة اللي عندي دي. فاحنا عندي هنا هسمي مثلا دي النقطة دي A، نقطة دي B، نقطة دي C، ودي D، ودي E، ودي F، عشان اقدر اسهل على نفسي الاتجاهات. تمام، الفكرة هنا ان انا عندي في المسألة I1 وI2 وI3 دول 3 variables. الثري فاريبلز دولت عشان اقدر اطلعهم محتاج ثلاث معادلات رياضيه في الثري فاريبل موجوده عندي، وبطريقه معينه عن طريق استخدام مثلا كالكوليتور مثلا اقدر اطلع اي 1 واي 2 واي 3. طيب احنا اتكلمنا على كيرشوفس رولز وقلنا ان احنا عندنا قانونين، اول قانون معانا اللي هو كيرشوف كارنت لوب اللي هو كي سي ال، بيقول لك ان السمشن للتيار input بيساوي summation التيار output. عظيم جدا، يعني عندي junction rule، لو قلنا عند اي junction موجود عندي فيها 3 current i1 واي 2 واي 3 اقدر اطلع مجموعة التيارات اللي داخلة بيساوي مجموعة التيارات اللي خارجة. طيب فين الجنكشن الموجود عندي هنا في الدايرة اللي فيها الثلاث تيارات موجودين؟ ممكن نقول junction B، يبقى ممكن نقول at junction B. هنقول summation التيار input بيساوي summation التيار output. لو بصيت كده I1 input للدائرة اللي عندي و I2 input و I3 input، معنى كده ان I1 plus I2 plus I3 بيساوي مجموع التيارات اللي خارجة من النقطة عندي، مفيش ولا تيار خارج من النقطة عندي، يبقى بيساوي 0. يبقى دي اول معادله معانا ان هي بتربط الثري فاريبل مع بعض اللي هو اي 1 واي 2 واي 3. عظيم جدا. طيب انا محتاج كده كمان معادلتين اقدر اطبقهم ونقدر نطلع الاي 1 والاي 2 والاي 3. هنطبق قانون اللوب رول او كيرشوف فولتج لوب. بيقول لك ايه؟ ان مجموع الفرق الجهد او البوتنشال ديفرنس على كلوزد سيركت او كلوزد لوب اللي هي كلوزد لوب بيساوي زيرو. عظيم، تعال نطبق كده. طيب ايه يعني ايه كلوزد لوب؟ يعني دايره مغلقه. يعني ايه دايره مغلقه؟ يعني مقفوله من لوب كامله. يعني مثلا ممكن اقول مثلا في الدائره اللي عندي هنا A B E F A، فانا بدات من نفس النقطه A ورجعت تاني لنفس النقطه A، لو مشيت كده على الدائره دي كده هلاقيها مقفوله عندي كلوزد لوب، فدي بتسميها دائره مقفوله بيقدر يمر فيها التيار الكهربائي. تمام، الدائره مثلا اللوب اللي عندي A C D F A دي تعتبر كلوزد لوب بيمر فيها التيار الكهربائي برضو، فدي دائره مقفوله. مجموع فرق الجهد بقى عند الكلوزد لوب بقى بيساوي زيرو. طب انا عندي هنا جبت معادلة الاولى من الجنكشن رول، محتاج كمان كده معادلتين اقدر اطلع التلات معادلات الرياضية اللي عندي واقدر احلهم مع بعض فطلع اي واحد واي اتنين واي تلاتة. طيب انا دلوقتي محتاج معادلتين، فممكن نطبق كيرشوف فولتج لوب ده
على 2 لوب عندي هنا في السيركت. واضح ان احنا عندنا ادي لوب واحد وعندي لوب اتنين وعندي اللوب الكبيرة اللي هي A C D F A، دي لوب تلاتة. تمام، انا محتاج معادلتين، فممكن اطبق فولتج لوب على اللوب مثلا هنقول A B E F A لوب. بس قبل ما اطبق الموضوع ده لازم نحدد البولاريتي. دلوقتي هنحدد ازاي البولاريتي. احنا اتفقنا ان لما يكون التيار، لو عندي مثلا مقاومه والتيار بيدخل للمقاومه دي، هفترض ان اتجاه الدخول او نقطه الدخول هي نقطه موجبه ونقطه الخروج هي نقطه سالبه، دي اسمها البولاريتي. طيب فاحنا عندنا هنا الاي واحد خارج من المقاومه ار واحد، فهنبقى هنا الاشاره السالبه وهنا الاشاره الموجبه. طيب اي 2 داخل المقاومه، فهتبقى دي الاشاره الموجبه ودي الاشاره ايه السالبه. اي 3 خارج من المقاومه، هتبقى دي اشاره سالبه ودي اشاره ايه موجبه. تمام، طيب تعال نمسك بقى اللوب اللي عندنا اللي هي A B E F A. هنبدا من نقطه A، هبدا كده عندي من نقطه A وامشي. انا بادئ من نقطه A هنا، فهمشي مع النقطه A كده واروح للنقطة B. مفيش هنا أي ريزيستنس عندي، ده سلك واير الريزيستنس بتاعته مهملة، فمفيش هنا أي فرق جهد موجود. هنكمل من B للنقطة E. لما تيجي من البي للنقطة E هتلاقي عندك هنا الموجب، ده الكاثود وده الأنود. فأنت مين قبلك الأول؟ قابلني طرف موجب، فهكتب الطرف الموجب اللي هو إبسون 2 وإشارته موجبة. ليه؟ الإشارة اللي هتقابلني الأول هحطها. تمام؟ طيب بعد كده قابلني إشارة سالبة عند المقاومة R2، فهنكتب الإشارة اللي بتقابلني الأول سالب I2 R2. تمام؟ بعد كده من نقطة E F مفيش أي مقاومات، فمفيش أي إيه فرق جهد. طب من نقطة F ل A، لما تدخل كده على النقطة F هتلاقي عندك إشارة إيه؟ إشارة موجبة أهي. الإشارة الموجبة دي هنزلها. الار واحد بيمر فيه تيار اي واحد، يبقى اي واحد ار واحد. تمام، بعد كده هيقابلني البطاريه هنا اشاره سالبه الاول، بعد كده اشاره موجبه، فبنكتب الاشاره ايه اللي هتقابلني الاول اللي هي السالبه، هيبقى ابسون واحد. ونرجع تاني لنفس النقطه ايه، فكده الدايره اتقفلت معايا، اللوب اتقفلت معايا، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. فاصبحت عندي المعادله ان سالب ابسون ناقص اي 2 ار 2 بلس اي 1 ار 1، كل الكلام ده ناقص ايبسون بيساوي زيرو. تعال نعوض كده بالارقام. احنا عندنا ايبسون 2 ب 80 فولت، خلي بالك جدا وانت بتعوض الارقام، 80 فولت ناقص اي 2 ار 2 اللي هي ار 2 اللي هي ب 15 اي 2 بلس ار 1 عندي في الدايره عندي ب 5 اوم، يبقى عندي 5 اي 1 ناقص ايبسون 1 اللي هي ب 60، كل ده بيساوي 0. فاصبحت عندي المعادله الثانيه نقدر نكتبها فاينلي اللي هي بتساوي 5 اي 1 ناقص 15 اي 2 و80 ناقص 60 اللي هي بلس 20 بتساوي 0. او ممكن نقول نقسم المعادلة كلها على 5، يبقى اي 1 ناقص 15 على 5 فيها 3 اي 2 و20 على 5 فيها 4 بيساوي 0. ودي المعادلة رقم 2. تمام، طيب احنا كده طلعنا معادلتين، عايزين نجيب المعادلة التالتة. هنعمل نفس الموضوع على اللوب رقم اللي هي B C D E B، يبقى هنكتب المعادلة على اللوب رقم B C D E B لوب. ماشي،
لو بصينا كده على اللوب دي نقطة بي، أنا لما أبدأ من نقطة بي من نقطة سي مفيش أي عندي أي مقاومات أو أي كومبوننت، فأنا عندي هنا الفارق الجهد مش موجود لأن الريزيستنس السلك بتاعته مهملة. من نقطة سي للنقطة دي لما تيجي كده من نقطة سي للنقطة دي هتلاقي عندك بطارية اللي هي البطارية التالتة ايبسون 3، هتلاقي اللي بيقابلك أول طرف بيقابلك إيه؟ بيقابلك موجب، يبقى ننزل بالإشارة الموجبة موجب ايبسون 3 ناقص المقاومة ناقص اي 3 ار 3. بعد كده من النقطة دي للنقطة اي مفيش أي عندي أي مقاومات أو أي بطارية، فأنت عندك مفيش هنا فرق جهد. بعد كده خلاص ندخل على الاي للبي، من الاي للبي هيقابلك عندك مقاومة ار 2 بأول ترم، أول ترم عندك موجب فنزل الإشارة الموجبة ويبقى اي 2 ار 2 على فرق الجهد على مقاومة 2. وهنا البطارية هيقابلك ايه؟ النيجاتيف بول او القطب السالب، فهتبقى هنا نيجاتيف ايبسون 2، كل ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0. طيب لما يجي نكتب المعادلة ونعوض بينها بالارقام، احنا عندنا الايبسون 3 كانت ب 10 فولت ناقص اي 3 اللي هي 15 اي 3 زائد 15 اي 2 ناقص ايبسون 2، ايبسون 2 كانت عندي ب 80 بيساوي 0. طيب معنى كده ان احنا عندنا 15، هرتب بس المعادله، 15 اي 2 ماينص 15 اي 3 و10 ناقص 80 اللي هي ماينص 70، كل ده بيساوي 0. فانا كده عندي المعادله الثانيه او المعادله الثالثه، تلات معادلات عندي موجودين اللي هي 15 اي 2 ناقص 15 اي 3 ناقص 70 بيساوي 0. تمام. هنرتب بس المعاملات او المعادلات التلاتة. المعادلة الاولى هنرتبها اللي هي عندي بتساوي اي 1 ناقص زائد اي 2 زائد اي 3 بيساوي 0، هنرتبها بنفس السيكونس ده، ان احنا هنقول كل المعاملات. يعني ايه المعامل؟ المعامل هو الرقم الموجود جنب رقم اي 1 او الرقم الموجود جنب اي 2، ده بنسميه معامل. تمام. فاحنا عندنا هنا في المعادله الاولانيه لما يجي نرتبها كده، وان هي مترتبه يعني بالصدفه كده طلعت مترتبه، فهنا اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 بيساوي 0. تمام. فهنا المعادله المعاملات بتاع اي 1 واي 2 واي 3 هو الواحد. لو جينا رتبنا المعادله رقم 2 اللي هي اي 1 ناقص اي 3 زائد 4 بتساوي 20، هنرتبها ازاي؟ هرتبها ان اي 1 ناقص 3 اي 2، مفيش هنا اي حاجه عن الاي 3 فهنكتب 0 اي 3. تمام. والاربعه نروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره تبقى سالب 4. دي المعادله الثانيه. المعادله الثالثه لما نيجي نرتبها هنلاقي هنا مفيش اي حاجه بتتكلم عن الاي 1 فهنكتب 0، ده معامل اي 1 ب 0 بلس 15 اي 2 ماينص 15 اي 3، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 70. عشان اقدر احدد واحل المعادله الثلاث معادلات دول مع بعض، فممكن استخدم الكالكوليتور عن طريق ان انا بستخدم في الاله العاديه مود 5 2، هيطلع لي معادله فيها بالشكل ده anx بلس bny بلس cnz بتساوي dn. هنختار المعادلة دي، هيطلع لي ماتريكس 3 في 3 في 4. هنكتب ال a وال b وال c هم المعاملات، ال a ده المعاملات اللي جنب ال a 1، وال b هو المعاملات اللي جنب ال b 2، وال c هو جنب المعاملات اللي فيها i 3، وال d ده اللي هو اللي بعد يساوي. فاحنا عندنا اول معادلة اللي هي بتساوي واحد واحد واحد، هنكتب معامل الاي واحد هو واحد، معامل الاي اتنين هو واحد، معامل الاي تلاتة هو واحد، وبعد يساوي بيساوي زيرو فنكتب زيرو. هينزل لي المعادلة التانية. المعادلة التانية معامل اي واحد هو واحد، ومعامل اي تلاتة هو ماينس او اي اتنين اسف هو ماينس تلاتة، نكتب ماينس تلاتة، ومعامل اي تلاتة هو الزيرو.
اوكي، واللي بعد يساوي بيساوي سالب 4. نكتب سالب 4. في المعادلة رقم 3 اي 1 بيساوي 0 معاملها، واي 2 معاملها 15، واي 3 ماينس 15، واي 4 او الدي اللي هو بعد يساوي بيساوي 70. تمام كده احنا كتبنا المعاملات بتاع اي 1 واي 2 واي 3 محتاج، وبعد يساوي كمان اللي هو الدي. هندوس يساوي 3 مرات هيطلع لي الاي 1 والاي 2 والاي 3. لو دوسنا يساوي الاولانيه هتطلع اي 1 بيساوي 6/5، واي 2 هتساوي 26/15، واي 3 بتساوي سالب 44/15. معنى كده ان كده اي 1 بالنسبه لنا بتساوي 6/5 امبير، واي 2 بيساوي 26/15 امبير، واي 3 بيساوي سالب 44/15 امبير. طيب لو متلاحظ هنا ان احنا عندنا في بعض الاي 1 والاي 2 طلعوا باشاره موجبه، والاي 3 طلعت باشاره سالبه. يعني ايه اشاره سالبه؟ اشاره سالبه بتعني هي دايركشن، يعني اتجاه، يعني ان انت عندك في الدايره كان متوصل عندك الكرنت في الاتجاه اللي هو الاي 3 ماشي في الاتجاه اللي هو من بي من سي لبي، فطلع عندي لما انا حليت على الخطوات دي والكرنت كان ماشي من السي للبي بيتجه في الاتجاه ده، فطلع عندي قيمته بقيمه سالبه بسالب 44/15. معنى كده ان هو كان عشان يطلع بالقيمة الموجبة بتاعته كان المفروض يتغير اتجاهه في الدائرة اللي عندي ويتجه من البي للسي. فهنا موضوع ان الكارنت يطلع باشارة سالبة هي موضوع ان البولاريتي او القطبية بتاعت التيار، اتجاه التيار بتاع الكارنت مختلفة عن الاتجاه اللي انا كنت فرضه في الاول اللي هو كان مدوني في المسألة ان اي 3 في الحالة دي هتتجه من المفروض من البي للسي. ده بالنسبة للمسألة ديت معانا.